عليكم غزالات، كيف انتم؟ لاباس عليكم؟ صح لاباس. اليوم غنعمل لكم فيديو بسناب شات، تغير شويه، صح نغيروا شويه. مهم، جيت واحد المول هنايا، او ماي جاد، ما نقولكم شي، واحد السيلات شتا، واحد السيلات شتا، ما اقول لكم شي، والله العظيم السيله. شوفوا واو، عدلت شعراتي زعما ساعة، للاسف شعراتي غيمشيو ساكن، ما غيبقاوش ماشي مشكله. مهم، غندخل ندوركم معايا شويه في هذا المول. نتوما عارفين هذا الحجر الصحي، كنا جالسين في الدار، كانوا غير المجازة، غير المارشيات الاكل اللي مفتوحين. دابا تفتحوا لنا المجازة اللبس، دابا غنمشي تدوروا معايا. وهنايا البراند نيم في هذا المكان، هذا كاين البراند نيم، غندوركم معايا شويه. باي.
She's my daughter. Hi. جيفانش. الدو مهم دخلت على اساس انني نشري بورفيوم من مارك جاكوبس ما لقيتش اللي خصني انا. That's it. بغيت ندخل صراحة لاكوست وإنما اللاين صراحة قدرش نقف اللاين صراحة أكان والله عامل تخفيض 50% لكن أنا قدرش نو فلاكس كيكون عنده الساعات كيكون عنده ذلك شي مزيون وإنما أكان وين تاتت كي بزاف دبرا نايم هنايا شي حاجات أنا ما كنمشي لاش
شوفوا شوفوا اللاين على مايكل كورس. الحمد لله باللي دخلت انا ما كانش اللاين. ساكن والشمس ما نقول لكم شي. انا صراحه قدرش نوقف في اللاين، بزاف د المجازات استغنيت عليهم لان اللاين 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 اللاين. انا لايك اللاين وذاتس ات. ها انا جيت الغزالات، ها انا دابا ما غنبقاش دائما الطبخ الطبخ، وانما دابا الحمد لله بداو كيتفتحوا لنا المجازات، يعني مش المجازات كاملين يتفتحوا وانما بداو كيتفتحوا دابا المجازات صراحه. مهم اليوم مشينا لواحد المول اوتليت، فانتوما غتشوفوا في الفيديو فيه جميع البراندين، يعني من كل شيء جميع الاسماء كاين فيها في هاد موجود في هذا المول هذا. ولكن ما قدرتي نتساراه كامل. اول حاجه عييت بصراحه، عييت والله العظيم عييت، وكبير كبير بزاف كبير بزاف، وهما جاو فحال غنشرحكم نقول لكم فحال البيوت فهمتوا، بحال هكذا ما كاين لا طاج فوقاني ولا حتى حاجه، يعني غير فاست فلور، يعني غير الارضيين المجازات ارضيين، يعني البراندين، يعني كما كتقولوا الدار ديال الماركه. المهم بحال هكذاك، المهم عينا صراحه زعما صراحه، وما كاينش باقي ما تفتحوش الاكل، يعني باقي الريستورونات باقي ما تفتحوش. سو كما قلت لكم جينا نرجع. المهم انا قلت لكم شرحت لكم شنو كاين في شنو هو الموضوع. المهم غنوري لكم شنو شريت. او ماي جاد، انا من النوع اللي كنموت على الشوبينغ والله العظيم. انا واحد الانسانه المهم الهوايه ديالي الشوبينغ صراحه ضربي. المهم غنبدا لكم كوكو 5 ساكس. هاد 5 ساكس هذا مجازة كبيره، حتى هي غير فيرست فلور غير ارضيه، فيها جميع الاسماء، يعني بصراحه فيها جميع الاسماء. المهم شنو شرينا من الناس، شريت من هذا الراجل، ولكن الراجل لبسو هوغو بوس، لبسو معدلو في عينو، ما نقولش الاثمنه لان الاثمنه رخاصين بصراحه، يعني 75%. وشريت شني اخر شريت من تما، المهم اش كتشوفوا الاسم، شريت هاد النضيدرات هادوما. الله قولوا لي وجهوا معايا ولا لا، حيت انا كلشي كيقول لي هاد السطايل هذا كيجي لك مزيون. المهم خديت هادو، غنقول لك حخديت هادوما. المهم على التخفيض ب 180 دولار، المهم حسبوها كيما غنحسبوها، المهم مابقاش نحسب لكم. المهم خديت من تما هاد النضيدرات هادوما، خديت من نضيدرات دندار حتى هما، يعني عادي باش نعدل لهم الزاج لان انا عندي وحدين كي هتكوني كما كتشوفوا، غير العلبه نايس، العلبه مزيانه الصراحه. المهم كما كتشوفوا خصني نعدلهم غير الزاج فقط، عندي مناظر اخرين لكن بغيت هادوما، خديت هادو المهم هادو ماشي تخربيطات غير شي حاجه وصافي. المهم دات، المهم هادشي اللي خديت من تما. نمشيو للمجازة التانية، مايكل كورس. ولكن شماش نقول لكم والله العظيم البنات، اذا كان التخفيض رائع بصراحه، يعني كان التخفيض. المهم خديت هادي، نجي في السيكا في البسطان في السوارات اللي بغيتو. المهم هادي خديتها ب 10 دولار، الثمن ديالها الثمن ديالها 78 دولار، خديتها غير ب 10 دولار. هادي للساعة نفتح سوارت، خديتها تسويك هذا مايكل كورس.
ديتو $50 صراحة. الثمن ديالو اشحال الثمن ديالو شتو؟ الثمن الاولاني 398، والثمن الثاني هو هذاك اللي كان على التخفيض. مهم خديته $5، $5 خديته. كتجي معاه الصمتة، كتجي معاه الصمتة ها هي. إذا بغيتي تهزو هكذا، بغيتي المهم هي الصمتة ديالو، بغيتو تهزو هكذا حتى هو مزيون. ها هاد الشكل هذا صافي. تيلا خديت من مايكل كورس كالفن كلاين. كالفن كلاين كوكو زين الصراحة عجبني لهاد الشكل هذا. تا هدا التمن ديالو كان $228. مهم الدولار 9 دراهم حسبوها على هدا. خديتو $68، خديتو $68 بالشكل هذا. المهم خديتو $68 و شنو يطيح طاح شي حاجه من هنا. المهم خدينا هذا الترمو الزوج ديالي كالفن كلاين. المهم هذا الشتوى سيبناه في التخفيض، وخدا تي شيرت. المهم هادو مال الزوج ديالي مش ليلي انا. المهم خدا واحد عاوتاني واحد بحال هكذا الجويك تاع السورفيت ولا. المهم لهاد الشكل هكذا. المهم بحال السورفيت بحال هذا. كملي على التخفيض، كملي يعني ما بقيتش عاقله الصراحه على الاسعار، لان الاثمنه ماشي هي اللي مكتوب عليها، ماشي هي اللي خديناها بها. تي شيرت عاوتاني بحال هكذا كان فوق لاين مكتوبه هنايا، ومع دوك الزوج ديالي، وهذا خديته لبنتي حتى هو كان فوق لاين. المهم هادو ما كاملين كان فوق لاين. ها هذا الليجت بنتي صافي. هادشي اللي جبنا كان فوق لاين. نمشي وحاجه اخرى غاز. غاز حتى هو كان عامل تخفيض مزيون. هذه تعتبر $4، خديتها دولار وشويه، وخديت هاد الطاب لبنتي غاز حتى هي، خديت لها منيدرات حتى هي لبنتي. منيدرات هادو مغرب $10 حتى هما غاز. وانت هي خدات المليترات على هذا الشكل هذا $10. و خديت انا واحد السنيس ليا بحال هكذا، وحتى هذه كما قلت لكم نفس الثمن الاولانيه. خديت هاد المنكشات هادو عيب شي $9 هكذا في التخفيض. خديت هاد السناسل هادو بحال هاد الشكل هذا، كيجيو جوج مع بعضياتهم. صافي هادشي اللي خديت من كاس طاتسي. شنو هي هادي؟ بوما. هادي بوما من بوما ستور. بوما خديت هاد التيشيرت. هادي ليلي، هادي ليلي. خديت هاد الهودي هذا لبنتي على هاد الشكل هذا كيكون هكذا. كاسكيطة، سينا شي كاسكيطة.
والتي شورت هذه البنتي بقى واحد تي شورت اخرى ها هي وهذه للزوج ديالي صراحه بني بني ما تصوروا بني ما سيت له شي حوايج كنصيب غير البنات ومهم غير الكبار وهذه سنيكر حتى هو بوما كيمن 30 دولار لبني هذا عجبني هذا اللوين هذا الصراحه هذا البني كيمن 30 دولار الثمن ديالو مزيون الصراحه ضربي الثمن ديالو رائع وطبعا ما كنساش راسي انا داك فيما كنمشي ضروري خصني حتى انا ناخذ حقي يمكنش انا كنشري له ماما ناخذ شي حقي مستحيل المهم خديت هذا اللون هذا عجبني هذا اللون هذا المهم هذا كان على التخفيض ب 50 دولار عجبتني المهم هذه ليلي انا هاي صافي شرينا هادو ماشي حاجه المهم هادو ما اندر ارمو المهم هادو ما شي حاجه تاع الراجل اللي شاريهم من غير ما نوري او ذاتس ات المهم انا اللي عجبني عجبني هاد التسويق هذا عجبني هاد التسويق هذا وعمل لي ماتش مع هادي صراحه المهم صراحه هذا المول هذا كان فيه التخفيض رائع 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 فيه فرساتشي فيه بزاف ولكن انا خافت ندخل الصراحه خافت صراحه ربي خافت ندخل والله الا مايكل كورس دخلت لي له واختصرت حاجات ونزلتهم السبب طبعا ماشي حاجه اخرى مهم ذاتس ات هادشي اللي شريت وهادشي اللي جبت وانا اول مره كنمشي لهذا المول هذا يعني سمع عليه الناس كتمشي ليه داكشي المهم عارفه كاين واحد المول وهذا الى اخره ولكن ما عمري مشيت ليه سو اليوم عادي كتاب مشيت ليه وذاتس ات المهم انا وريتكم المشتريات ديالي وبعد كتبوا لي اذا ما شريتي شي حاجه ماشي مزيونه قولوا لي هاد الحاجه هذه ماشي مزيونه هاد الحاجه هذه مزيونه المهم كتبوا شويه كتبوا شويه كتبوا على العموم كنشكركم كاملين بكم القناه طالعه الفوق صراحه ربي القناه عندي طالعه الفوق يعني الابوني عندي الابوني بسم الله ما شاء الله مشتركين كاينين ولكن للمتفرجين في الفيديو ما كاينش بزاف صراحه ربي ما كاينش بزاف سو كنقول لكم اللي كيتفرج لي في الفيديو ما كيعملليش لايك كنقول له بليز بليز ما عليك الا اعمل لايك ما غتخسر حتى حاجه مادام كشفتي الفيديو اعمل لايك لي ما لا علاش ما قدرتش تكي على الجيل المهم درسيت هادشي اللي غنقول لكم غنقول لكم اميس يو لاف يو السلام عليكم نشوفكم في الفلوك الفلوك الجاي ان شاء الله اذا كتب المهم كان طياب انا غنزل طياب كان فلوك غنزل فلوك المهم اي حاجه عملتها غادي ننزلها المهم باي باي عليكم باي